إن مشاركتنا في هذه المبادرة تأتي في الوقت المثلى، حيث تعتبر حلاً مبتكراً لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر. إن هذا اللقاء الهام يجمع بين مئات المؤسسات والشركات ورجال الأعمال، مؤكدين التزامنا بالاستثمار البيئي وتوفير حلول صديقة للبيئة وتعزيز المرونة المناخية. نشعر بالامتنان لأننا جزء من هذا المشروع الكبير، ونحن متحمسون لتقديم خبراتنا ومواردنا واهتمامنا لدعم التنمية المستدامة. دعونا نعمل معا من أجل مستقبل مستدام وفقا لرؤية مصر 2030. نحن هنا جاهزون لنكون جزءا من هذه الرحلة نحو عالم أخضر ومستدام. نحن في Global Brands Group نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالمشاركة في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية بالتعاون القوي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. Global Brands Group معا نبني مستقبلا أفضل وأكثر استدامةً.